انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات بمحافظة البحر الأحمر. وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إسماعيل العربي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 125 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء 36 فحص معملي وإجراء 14 أشعة وسونار، كما تم إجراء 22 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. هذا وتضم 9 تخصصات طبية مختلفة، وتم صرف العلاج بالمجان وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات الكبيرة إلى المستشفيات القريبة من المريض. القافلة بتأدي خدمات ممتازة على أعلى مستوى. هنا عندنا في عيادة النساء طبعا بنقدم خدمات رائعة للسيدات، سواء من كشف طبي أو مشورة في مجال تنظيم الأسرة، وكذلك تركيب أو إعطاء الوسيلة المناسبة للسيدة بعد طبعا الحديث معاها ومعرفة الظروف المحيطة بيها واختيار أنسب وسيلة ليها. وكمان بنقوم بمتابعة الحمل، والخدمات كلها مجانية سواء سونار أو تحاليل، وكذلك برضو إذا كتبنا علاج بيصرف العلاج بالمجان من صيدلية القافلة. احنا هنا بنقدم في القوافل عندنا معملين، معمل دم وفي معمل طفيليات. في معمل الدم احنا بنقدم خدمات متميزة جدا، بنقدم حوالي 10 تحاليل من وظائف كبد وكلى وكوليسترول وترايجلسرايد، بنقدم هيموجلوبين. احنا هنا بنقدم برضو حاجة للناس، ان احنا بقدر الامكان نحاول نقرب لهم المستشفيات اللي هم بعيد عنها، بحيث وجود صف كامل من الدكاترة. وبنحنا هنا بنقدم حاجة تانية مهمة جدا، ان احنا بنقرب حاجة مهمة للناس، ان هي أهمية التحاليل، لأنه لازم تعمل تحاليل بقدر الإمكان كل 6 شهور عشان يطمن على صحته.